إكراما لدماء شهدائنا في غزة. نقول الله يا رب يرحمها ويغفر لها إن شاء الله، والله يحييكم. الله لا والله والله ما يلبس. اسمع والله ما اعطيتني اكرمتني يا رجل، اكرمتني على التليفون. بدي اكرمك. لا الحرام اللي بدك تعمله. لا اله الا الله. يوم 9 الشهر السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله. بسم الله. اهلا بك، حياكم الله. السلام عليكم. شرفتكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد حي الله ابو حسين. الله يعزك. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. حياك الله شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن من قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام هذه خطبة الحاجة، لمن لا يعلم هذه خطبة الحاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشيرة الجعبر الكرام ومن حضر معهم من جيرانهم أو أقربائهم أو أنسباهم، الإخوة الحضور، الجاهة الكريمة، لقد أتينا اليوم إذا هذا الصرح العامر إلى ديوان عشيرة الجعبري الكرام على أثر الحادث الذي تسبب به السيد محمد عبد البسيوني. فأتينا إلى هذا الديوان اليوم لإعطاء عطوة اعتراف عشائرية حسب ما طلبوا منا الشيخ أبو محمد خالد الجعفري، وتحاورنا نحن وهو في سبيل هذه العطوة. وصدقا يا أخوان، عشيرة الجعبري من أول يوم من هذه الحادث، من ساعة الحادث، أبدوا كل احترام وكل تقدير، وكانوا هم من الكاظمين الغيظ، وبعدما كظموا غيظهم عفوا عن الرجل ثاني يوم وأخرجوه من توقيفه في المغفر. وهذه بصمة تسجل إلى عشيرة الجعبر الكرام
لأن عشيرة الجعبل الكرام هم من شيوخ هذه البلد ومن شيوخ قضاء الخليل. أنا أعرفهم عز المعرفة، والله عملوا بأصلهم وأصلهم دل عليهم. لقد وضعوا بصمة بين العشائر الأردنية على هذا الكرم العربي الأصيل. لقد أخرجوا هذا الشاب من التوقيف، وبنتهم كانت في المستشفى تغسل، والله إنه بدأني لقشعر يشهد الله. لكن هذا كرم الرجال الذي توفى، وفاتها قضاء وقدر، ليس بيدي ولا بيد أي أحد، وكانوا هم مستجيبين على هذا الموقف، إن هذا قضاء الله وقدره. وتلقيت أنا وهم في مركز حطين، وأبدو كل احترام وتقدير، والله لم يخرج منهم شيء إلا الكلام الطيب والأصل الطيب والمبت الطيب، وإن دل يدل على طيب هذه الشجرة المباركة من عشيرة الجعفري الكرام، الجعبري وليس الجعفري، شايف؟ فنحن هنا اليوم مع هذه الوجوه الخيرة، مع هذه الوجوه النيرة، وكلنا جمال نائخة إلى عشيرة الجعبري على الكرم الذي قدموه لنا. والله لقد غمرونا بكرمهم، عطوة اعتراف، احنا جاهزين الآن بالدولة، نبين بين كل شيء. الشاب الحمد لله رب العالمين، للذي لم يعلم لم يدهسها، لكن ديان تقدر الله وما شاء فعل، دحلت على هذه الشابة رحمها الله وغفر لها وسكنها فسيح جناته مع المؤمنين والأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقة، وهي لم يجري عليها القلم. ونسأل الله أن تكون شفيعة لوالديها يوم القيامة، لأنها شهيدة إن شاء الله لا تسمع عند الله من الشهداء ولا نزكي أحد على الله، والشهيد يشفع إلى 70 من أهله. ونسأل الله أن تكون شهيدة ورحمها الله وغفر الله لها. ولا أريد أن أطيل علي الأخوة الأعزاء من الجاهة ومن الحضور الكرام، نحن اليوم بين يديكم، وما تأمرون به نحن جاهزون له، وأنتم أمرتونا بالطيب بالبداية، وظن عشيرة الجعبر الكرام بدت بالطيب وتكمل بالطيب، لأنه هذا الذي يعرف عنكم. والله جزاكم الله خير وبارك الله بكم. شيخنا العزيز تفضل. والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من سار واستنى واهتدى بهديه إلى يوم الدين. الجاهة الكريمة، حياكم الله، بارك الله فيكم على هذه الجهود في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذه الحرارة العالية، فتكبتم عناء السفر، جزاكم الله كل خير حتى تكونوا في سبيل الإصلاح وفي سبيل التعايش الموجود إن شاء الله في مملكتنا الحبيبة، حتى لا يكون هنالك خلاف بين أي عائلة وأخرى بسبب ظروف نعلمها أو لا نعلمها. ولكن الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل. حياكم الله أولا وآخرا الشيخ أبو أصيل والمشايخ، باسمي وباسم آل الجعبر نرحب فيكم أجمل ترحيب في ديوانكم يا سيدي، أنتم أهل الديوان ونحن والله ضيوف عندكم، فحياكم الله، جهودكم مشكورة ومباركة، فأهلا وسهلا بكم. سيدي تعلمون بأن الحادث الذي حصل لابنتنا هو قدر من الله سبحانه وتعالى، ونحن نتبع قول الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله من أول يوم سمعنا الخبر قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أننا نطبق أركان إسلامنا وأركان ديننا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذا قدر الله عز وجل علينا وعلى العباد، على مخلوقات الله عز وجل، كل شيء بقدر الله. ولكن الحمد لله أولا وآخرا، جئتم شرفتونا تطلبوا عطوة اعتراف، ونحن نقبل هذه الوجوه الطيبة وهذه الجاهة الكريمة بأن تأخذ هذه العطوة. ولكن كما تعلمون أهل السائق لا نريد منهم والله إلا كل خير، لأنه قدر الله عز وجل ونحن آمنا بقدر الله، ولكن هنالك بعض الحقوق المتعلقة لأهل المتوفى. هذه الحقوق هي فقط عبارة عن التأمين،
تلتزمون به وتلتزمون إن شاء الله بإتمام القضية، وتكون الأمور إن شاء الله بعدها بخير وعلى خير إن شاء الله. فحياكم الله يا سيدي، وابشروا بالعطوة اللي جيتوا فيها، حياكم الله باسمنا وباسم أهلي وعشيرتي وربعي ومن حضر معنا من الأهل والجيران. نقولكم ابشروا، اعملوا العطوة اللي بدكم إياها، وإحنا إن شاء الله جاهزين. حياكم الله. اشرب قهوتك، جدد القهوة يا عمي، هات ياب القهوة وابشروا يا عمي، حياكم الله. هيا ضيوف المعادي، هيا انا بدي اخش بواسطه صغير عسى الله جعابري يقدروه. اي والله، ما دام العرب جاي وجاي الله يحييه، ما نعمل صلحه بالمره، هذا شورى بينهم. الله يجزاك الخير، ما دام انت طاير غيركم خير. الله يجزاك الخير، الله يجزاك هذه عنده، الله يجزاك الخير ويبارك فيك. شوف والله احنا الله يمسيكم الخير ويبارك بيك، وأنت تطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حضر أحد مجلسا فليقل خيرا أو ليصمت، وأنت قلت خير. لكن إحنا هذه الجاهة الكريمة تطلب من الله ثم من آل الجعبري، عشيرة الجعبري الكرام، نحن جايين عطوة اعتراف، عطوة اعتراف. وأنا أول ما حكيت وقلت كلمتين فهمها اللي فهمها، قلت لك يا شيخ احنا جمال نايخة وحملنا، واللي ودك اياه احنا جاهزين بيه. شايف احنا جايين عطوة اعتراف، واللي بداها الله يجزاه خير منك وبيك، من صلبك وظهركو، قالك الجماعة اجوا، والبنت الله يرحمها توفت. شايف واللي توفى راح الى الله عز وجل، لكن لو انها مصابة نقول لك عطوة اعتراف الى حين الشفاء التام. شايف بعديها نجي عطوة صلح، سق صلح عشاري نجي، لكن جاتك الجاهة الكريمة هذه. وأرجو من أخويا الشيخ خالد الجعبري أبو محمد أنه ما تفشلنا، أن نتممها عطوة صلح عشائرية مع الاحتفاظ بالحقوق التأمين من شركة التأمين، ويكون كفلاء على شركة التأمين في حال أنه شركة التأمين أفلست، في حال أنه شركة التأمين لم يأخذ هذا الشك. كويس، في كفلاء وفي كمبيالة توقع بهذا الأمر. أنا قاعد أقول لك كمبيالة وكفيل، ابشر، هذه لك، هذه لكم يا جعبري، انتوا اكرمتونا واحنا كمان ما نقصر ان شاء الله معكم. ان شاء الله انكم توافقون على امر هذا، على عطوة صلح، سق صلح عشائري. طيبة، هذه الوجوه الطيبة والله ما تتفشل، واحنا بداية الامر قلنا لكم انتوا اهل الديوان واحنا ضيوف عندكم. فيا سيدي العزيز، هذه البنت نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. احتسبناها من اول يوم، واليوم نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله في مرتبة الشهداء، وهي طير من طيور الجنة. نسأل الله أن تكون شفيعة لوالديها، لأمها وأبيها، وأن تكون فرطا لهم على الحوض. فالله يحييكم ويبارك فيكم يا سيدي باسمي وباسم أهلي، لأنه أنا هم يمونوا علي وأنا أمون عليهم، وأنا أصغر واحد فيهم والله ولست أعلمهم، ولكن نقولكم ابشروا يا سيدي، حياكم الله، نحتسبها عند الله إكراما لوجه الله تعالى، وإكراما لرسول الله ولملك البلاد ولهذه الجاهة الكريمة، وإكراما لدماء شهدائنا في غزة. نقول الله يا رب يرحمها ويغفر لها إن شاء الله، والله يحييكم. عطوة اعتراف مقرونة بالصلح إن شاء الله، والله يحييكم ونعملها عطوة صلح، وأهلا وسهلا فيكم، أكرمكم الله. يا أخوان، نيابة عني وعن الجاهة الكريمة، وهذه العطوة هي بوجه قبيلة الدعجة الكرام، والجماعة دخلوا على عشائر الدعجة الكرام. شايف، نشكر نيابة عن نفسي وعن كل الحضور الجاهة الكريمة، نشكر عشيرة الجعبر الكرام على هذا الصلح العشائري وعلى هذا الكرم العربي الأصيل الذي لا يخرج إلا من عشيرة متأصلة. والله إنكم عشيرة متأصلة وعشيرة متجذرة بالأردن وفلسطين، وجزاكم الله خير وبارك الله بيكم على سك صلح عشائري بإذن الله تعالى، مع الالتزام بجميع الحقوق. السائق طلع، بس انا استسمح اخويا واستسمح عشيرة الجعبر الكرام، احنا السائق خلينا بالسيارة، هذه عوايد الناس، عوايد الناس، اذا سمحتوا السائق خلينا بالسيارة، ما انفع الله قبل ما ندفن البنت عفينا عنه، اشهد بالله. بس هذه اخويا ابو محمد، هذه عوايد الناس، عوايد الناس، ان ما نفوته لانه امرات يكون في فور الدم، شايف في فورة الدم، امرات وفورة الدم هذه
ما تدري عنها يمكن يجيك جاهل. فاحنا دائما نخليه مثل هيك لما نستسمح من اهل المتوفى انه يقول له تفضل نقول له تفضل. جزاكم الله خير وبارك الله بيكم وكل الشكر والتقدير والاحترام لعشيرة الجعبر الكرام. تفضل سيدي. في كفلاء في كفلاء وفي كمبيالة وفي كل شيء سيدي بإذن الله تعالى. جايب ونشكر أخواننا عامر العجارمة اللي أثار على نفسه من المركز الأمني ويجا يحضر هذه العطوة. جايب نيابة عنه وعن مديرية الأمن العام كافة. بارك الله بي وجزاه الله خير. ونشكر كل عشائر العجارمة اللي جزاكم الله خير وبارك الله بيكم. الله يعزك ويبارك بيك ويحفظك ويخليك يا رب. الله يكون رجال. الله يعزك. نشرب قهوة يعني؟ أشهد بالله. أجر عظيم عند الله سبحان الله وكبر. والله له أجر المجاهد في سبيل الله. تعال يا نيات مكشوفة بين الجهد تعال. هذا مقال. وأتانا والله يبارك. هذا أبو غسل. الله يرحمه. هذا أبو غسل. الله يعزنا ورحمة الله عليها. الله يرحمها. سلم على شر. أبو أهلاً. أهلا وصيل. أهلا شيخ. يا هلا يا هلا وصيل المسجد. الله على سلامته. ولكن بد هذه الأخبار. أبو وضيع. كنا سيكون خير. إحنا جايين هون كنا جايين عرض الاعتراف شوي على الشاشات. إحنا جايين هون كنا عرض الاعتراف. صدقا يعني. أثاروا على نفسهم عشيرة الجعبري وهذا كرم منهم وطيب أصل منهم. أثاروا على نفسهم وبدل ما هي عطوة اعتراف صارت عطوة صلح. شايف جزاهم الله خير وبارك الله بيهم. الله يعزك ويبارك بيك ويحفظك. وهذه نية جديدة عليكم. الله يحييك. والله نية جديدة عليكم. سيدي ولا حلف رصيد. يشهد الله ولا حلف. عبد الله سلام. الله يسلمك. ما شاء الله عليكم. سمعت العام ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. عبد الله 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 يجزيك خير. هذا كلام الرجال للرجال. والله كلام الرجال للرجال. الله يجزيك خير وبارك فيك. والله اني عاجز. اشهد الله من اول يوم عدت عشيت الجعبري والله العظيم انه قشعر بدي. الله يجزيك خير. أو والله والله يقول طلع السايق والله العظيم قشعر بدن والبنتهم بعدهم ما دفنوها طلعوا السايق. قلنا لا يمكن دفن والسايق في السجن. والله والله الله يعزكم. والله يمكن ضغطوا عليه. ان شاء الله يتقبلها يا رب. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم ويحفظكم الجميع. امين امين يا رب. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم. الله يحفظكم. بدي طاوله كبيره عشان بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا اخوان اذا سمحتوا لنا بالله. الاخوة الاعزاء الضيوف والمعازيب اذا سمحتوا لنا اذا سمحتوا لنا. نقرأ الان سك صلح عشائري. سك صلح عشائري الان. جزاهم الله خير وبارك الله بيهم عشيرة الجعبري الكرام اللي عملوا لنا صق صلح عشائري. في تمام الساعة 6:00 مساء من مساء يوم السبت الموافق 3/8 حضرت الجاهة الكريمة برئاسة سعادة الشيخ يوسف الدعسان الدعاج أبو الأصيل إلى ديوان عشيرة الجعبري لأخذ صق صلح عشائري على الحادث الذي سبب وفاة الشابة غزل إيهاب الجعبري رحمه الله من قبل السيارة رقم ترميز 42509 رقمها بكم ديانة لون أزرق والتي تعود ملكيتها إلى السائق محمد عبد علي البسيوني. وكان في استقبال الجاهة جمع غفير من أبناء عشيرة الجعبري الكرام ومن حضر معهم. وكان الناطق باسم عشيرة الجعبري الكرام الشيخ خالد عبد الرحيم الجعبري. وبعد التداول والنقاش في هذه الحادثة أبدت عشيرة الجعبري الكرام في الصلح التام مع عشيرة البسيوني الكرام. صلح تام إكراما لله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين
حفظه الله ورعاه، وإلى الجاه الكريمة والتنازل عن جميع الحقوق القضائية، مع الاحتفاظ في حق التأمين من شركة دلتا للتأمين، علما إن السيارة مرخصة، ويكفل إخوة المسبب ويكفل إخوة المسبب بشيك تأمين في الحادث مع توقيع كمبيالة بقيمة 20,000 دينار، مع توقيع تعهد من قبلهم بدفع القيمة المطلوبة في حال عدم الحصول على شيك التأمين، وعند صدور شيك التأمين تعود الكمبيالة لإخوة المسبب، وهم جميل عبد البسيوني وخليل عبد البسيوني وحمزة عبد البسيوني. وعلى ذلك تم الصلح العشائري، والله خير الشاهدين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. في لكم أي تعليق؟ أنا جاهز. ما هاي مكتوبين؟ في مكتوبين كفلاء، مكتوبين سيدي. هيو الجاهة، رئيس الجاهة، الأعضاء المستقبلون، مندوب عن مديرية الأمن العام مركز أمن المدينة المفرق النقيب عامر العجرمي. جزاك الله خير عامر بيك وحفظك الله. احنا الآن سيد العزيز الكفلة حطينا لك كفلة قبل كل شيء، كفلنا بثلاثة، الكفالة بواحد على هذا الحادث. احنا كفلنا لك ثلاثة وقدمنا لك ثلاثة وقدمنا لك توقيع وتعهدات، ما قصرت. شايف هون ما ظل لك شيء عندي، ظل لك الكفلة الثلاثة حطيت لك إياهم مع هوياتهم وتوقيعاتهم، وبعد الكفلة الثلاثة حطيت لك كمبيالة. ما قصرت، بارك الله فيك. الله يجزاك خير ويبارك فيك. هذا حق برقابنا، أشهد بالله برقابنا كلنا، برقابنا قبل أن يكون برقاب. أبدا، الله يبارك. بس الله يجزيك الخير أبو محمد. هلا. الكفلة أخوان الشيخ. إي بالله. الكفلة إنه. أنا والله لو ودك. يا رجل صاحب موت ما قبلت الله. الراجل ما بيك فرحة. يخو صلي على النبي. يخو صلي على النبي. الكفين وتقول خالد الطرف إذا تكرم. الله حليت خلصت الله يجزاك خير. اسمح لي أحكي ولا ما تسمح لي؟ صلي على النبي. انت بعد ما خليت مني ثلاث كفلاء وخليت مني توقيع كمبيالة كاملة، الكمبيالة هي محاميين اللي قروا بيها، ولما دام يكون المحاميين قروا بيها انا ما ظل الكلام. شايف كفالتك عندي اياها ب 100 كمبيالة و 100 بن. والله حق كمبيالة انا ودي امسك كف وبطر لخي. انت كفالة انت بن الملك. امشي الله يسعدك. على ذا يا سيدي هذه شهادة. انا طلبت كفالتك قبل كل شيء. يا جماعة يا عشيرة الجعفري الله يحييك، انا كفيل عليكم. بارك الله فيك. انا كفيل عليكم. انا كفيل عليكم. وعمري ما كفلت والله. والله عمري ما كفلت. والله عمري ما كفلت. لكن الطيب اللي قدمتوا لي اياه انا كفيل. ولا ديك صدري اني كفيل عليكم. لكن كلمتك هذه المكتب المركزي عندي. كلمات عصا، كلمات عصا. الله يعزك. الله يحصل بحنا وفي. الله يعزك. الله يعزك. الله يعزك. وانا اكفل. ابشر. انا احط لك على الصك اكفل. الله يجزيك. ابشر يا سيدي. هذه عند الله ثم عند. ابشر يا سيدي. واللي ودك اياه انا جاهز بي. والله اللي ودك اياه انا جاهز بي. ابشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان إذا سمحتوا الآن التعهدات والكمبيالات نسلمهن إلى الشيخ أبو محمد خالد الجعبري مع كل الاحترام والتقدير. سيد العزيز أول إشي بارك الله بيكم وجزاك الله خير كل آل الجعبري. يا إخوان الله يمسيكم بالخير الجميع. الله عز وجل ذكر بالقرآن قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والله عز وجل قال بالقرآن ولا تنسوا الفضل بينكم. أبو العبد إذا سمحت بالله، أبو العبد إذا سمحت يا إخوان، أنتوا قدمتوا نطيب واللي قدم الطيب يلقى طيب. أسألكم بالذي خلقكم، أسألكم بالله العظيم، أسألكم بالله العظيم عشان تكون المودة دائمة بيننا وتكون المحبة دائمة بيننا. شايف الآن قرب أبو العبد إذا سمحت. طبعا أخونا جميل عبد البسيوني أخو الكبير المسبب الحادث محمد عبد البسيوني طلب مني شغلة، أسألكم بالله لا تمشون بيها. أسألكم بالله، والرجل هني قدامي وأنا بحكي لسان حاله ليس قصر منه، لكن وكلني بالأمر هذا قبل أن نطلع من الديوان العامر، ودكم تعطونا يوم
تزورونا به لانه اكرمتونا، ومثل ما اكرمتونا اصر اخوي ابو العبد علي صدقا انه مثل ما اكرمتونا نكرمكم، وهذا قليل من كثير، واللقمة والله ما تسمنكم ما شاء الله عليكم، لكن هذا واجب الرجال للرجال. اسألكم بالله ابو محمد لا تفشلونا بهذا الامر، وهي اخونا ابو العبد واقف وما نطلع من ديوان كل عامر الا معطينا يوم، تحددوا لنا يوم يا عشيرة الجعبري، ما نطلع من ديوان كل عامر الا تحددوا لنا يوم، تقولوا يومكم باليوم فلان عندكم مثل ما اكرمتونا وما قصرتوا معنا. الرجل اصر على نفسه انه يكرمكم. سيد الله يكرمكم ويكرم ان شاء الله، ولكن انا نتشرف نتشرف، ولكن الان الوضع والله ما يسمح، ولكن نحدد لكم يوم ان شاء الله. الان الله يرضى عليك. لا الان الان صعب الان والله صعب. لا يمكن الله يا شيخ ابو اصيل انت على راسي، الله يكرمك يبارك فيك. احنا ما نطلع من الديوان الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك يبارك فيك ربي. ما نطلع احنا يا ابو اصيل، اسالك بالله لا تضايقني لا تضايقني. احتوا هذا 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 الرجل، الرجل اجى وحياكم الله واحنا استقبلناكم بكل محبه وكل طيب. وهذا يا سيدي يا سيدي الله يحييك، استقبالنا له وجيتوا على الديوان هون، هذه معزه ومحبه ان شاء الله. الله يجزاك الخير. موضوع الغديات والامور هذه خلي لي اياها على جنب، الله يرضى عليك الله يكرمك. والله احنا من بدايه الامر قلنا هذا الرجل ما نقبل منه شيء. زين صدقا وش رد الطيب؟ الطيب ما الا الطيب يا رجل. أيوة. نعم صحيح. نعم. اي والله الطيب ما تقدر الطيب صحيح. ورجال محاضر الله. به مناظر الله يرضى عنا بالله. الله يكرمكم ويبارك فيكم. وانا حاط عقالي. لا اله الا الله لا اله الا الله. تسعه تسعه الشهر بعد العصر الشهر انا حطيت. لا والله لا والله لا والله والله ما يلي والله ما اعطيتني اكرمتني على التلفون بدي اكرمك. لا الحرام اللي بتتعبوا يوم تسعه الشهر نرجع عبره لا والله ما انت الله تعفينا يا رجل عفينا والله ما عفيه يا رجل الله يعينك والله ما عفيه والله ما عفيه والله ما عفيه. تسعه الشهر تطولي اعطتوني تسعه يا سيدي الله يحييك اعطتوني تسعه الشهر الله يحييك. اعطاني تسعه الشهر ما فشلناكم اولها ولا نفشلكم خلاص. لا تسر رجل تسعه الشهر وانا عقالي والله ما ينفع عليك عليها. الله يجزاك الخير. اعطتوني تسعه الشهر بعد العصر بانتظار الله عليك. زين يا سيدي جعافنا اعطتوني توكلوا على الله لبسوني عقالي. ابشر يا ابشر توكلنا على الله جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. واذا تسمحوا لنا الله يبارك فيكم. الله يحييكم. نهايه الكلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا اله الا الله. احنا نشكركم ونشكر كل الذين حضروا لا لا هذا اللقاء، ونسال الله ان يجعل دائما خطواتنا وخطواتكم لخير ولفعل الخير، ونسال الله انه دائما نكون في هذا البلد الطيب الكريم المعطاء اهل طيب واهل كرم، ونعفى عن زلات بعضنا ونعفى عن اغلاط بعضنا يا اخوان. ونعم. ولكن في نفس الوقت نحث بعضنا على انه احنا نكون ان شاء الله يعني نحترم انفسنا ونحترم القانون، وما يكون في بيننا وبينكم الا كل موده ومحبه ان شاء الله. فالله يحييكم وشكرا للجميع وخطواتكم للجنه ان شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم عشيرة الجعبر الكرام، ما قصرتوا. الله يعوض عليكم ان شاء الله خير منها، ان شاء الله ربنا يعوض عليكم خير منها ويبدلكم خير منها. الله يسلمكم ويبارك فيكم يا رب. الله عليكم جيرة جيرة تطول عمرك ويحفظك. الديوان مفتوح وانتم اهل الوطن. الله يجزاكم خير ويبارك فيكم ويحفظك. اسمحوا لنا تفضلوا حياكم الله. محمد الله يحييك. السلام عليكم.